مرحبا بكم ليكيب ديما مع الابل توجور مع لي زايفون ولي زايباد في لي سيرفيس اي كلود اي كلود لوكال 725 كيوفر لكم لي سوليسيون وكل حاجه جديده في الاي كلود. اليوم رانا مع ايفون 11 جابونا كليون في اي كلود في الميني. اروح نفهمك شنو هو الاي كلود في الميني. هو ايفون نورمال يخدم عادي، تدخل للميني طلع الابليكاسيون تصور كما تعرفوا وش هي في كونت داخل اي كلود، ناسي اللي هم باس وما عندهمش النيميرو تليفون بايريك يبيرو كونت تاعهم. كاين خاصيه فيه اسمها فايند ماي ايفون، يعني خاصيه تتبع هذاك لو كان فورماتي تليفون وهي اون راح يدومونديك الكونت هذاك اللي كان في التليفون وانت ما عندكش المود باس وما عندكش نيميرو تليفون باتريك يبيري هذاك الكونت. في الحاله هذه لازم يكونوا زوج صوالح متوفرين في التليفون باش نقدروا نحوه لك ليبيري اوفيسيال، يعني من سيرفر تاع ابل من اون نردوه لك الاوف. لازم تكون جيم سنتر اكتيف ولازم يكون ستوكاج اي كلود ديسپونيبل. جيم سنتر لازم تطفاها تعاود تشعلها ما دومونديش لك المود باس، اذا دوموندت لك المود باس اعرف باللي المود باس راهم بدلين. واذا راك مهتم بالسيرفيس هذيا وعندك كاش ايفون ولا ايباد ولا ماك بوك في اي كلود في الميني وفيه صوالح اللي قلنا لك عليهم تقدر تتواصل معي عبر واتساب ولا انستغرام. المقر تاعنا في حاجتي بازا بلات كونتاكتيني، دخل انستغرام دير ابوني وكونتاكتينا من فماك، رانا حاطين لكم لوكاليزاسيون ولي كونتاكت تاعنا. مرحبا بكم، السلام عليكم.